بعد إعلان القائمين على مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 65 أن فيلم افتتاح المهرجان سيكون فيلم مون رايز كينجدوم. صرح بذلك تيري فريمو مندوب المهرجان العام قائلاً: يعد المؤلف والمخرج ويس أندرسون جزءاً مهماً من القوى الصاعدة في السينما الأمريكية، وفيلم مون رايز كينجدوم يعبر من جديد عن فضاء حرية الإبداع الذي تطور داخله. وأندرسون المعجب بفليني ورنوار هو شخص مرهف الإحساس وصاحب فكر متجدد ومختلف، وهو في الحقيقة مخرج عبقري ومبدع. وقد قدم ويس أندرسون عدداً كبيراً من الأفلام الموسيقية الناجحة مثل فيلم بوتر روكت عام 1996 وفيلم راشمور عام 1998، وقدم عام 2004 فيلم ذا لايف أكواتيك وفيلم هوتيل شيفلر في 2007. Where's the boy? I'm told that he's just been struck by lightning. It's true. I'll be out back. I'm going to find a tree to chop down.